شو بدك عزيمي على الحكي يعني؟ بابا سعاد تخانقت شوي هي وحسن. أنا قلبي كان حاسسني. أم نزيل بسرعة صالحهم ورجعها على بيتها. لا بابا ما فيني روح لأنه حسن طلقني. شو؟ أم خدني لعند حسن. أبو يزن ما صار لك كم يوم طالع من المستشفى؟ بدي روح يعني بدي روح. بابا ما في فايدة من الحكي معه. معند رحت أنا والشباب وما عم يرضى، خاصة بعد ما ضربوا زياد. كل هادو مخبيين عني؟ معقول لك ابني؟ معقول أنا بآخر عمري يكون سبب طلاق بنتي؟ أنا الموت أهون علي من إني يخرب لبيت. بدي روح يعني بدي روح. أبي بدي روح. طيب خلص روح أنا بروح معك. طول بالك. قوم خدني لعنده. قوم يلا. أبو يزن ما صار لك كم يوم طالع من المستشفى؟ على مهلك على مهلك على مهلك. مرحبا حسن. شو جايب لي أبوك هاي المرة؟ حسن يا ابني. ابنك أنا ماني ابنك ولا بيشرفني يكون ابنك. وروح من هون قبل ما تسمع كلمتين كبار. هلا أنت مين مفكر حالك حتى عم تحكي معنا بهاي الطريقة؟ كيف لازم أحكي معكم بالله؟ شو اللغة اللي بتفهموا فيها لحتى تفهموا وتستوعبوا علي وتحلوا عني؟ لك حسن يا حسن تعال برا. خليك برا أنت. اطلع. بسيطة. يا حسن اسمع هالكلمتين كرمال العشرة والخبز والملح. أنا درستك يعني أستاذك مثل أبوك. أبي لا تجيب سيرته على لسانك. وأنت مو أستاذي. حلو عني لك عمي. حلو عني. يا حسن استهدي بالله واخذ الشيطان وخلينا نحكي هالكلمتين بس. أنا زلمي مريض وجيت بشيبتي على بيتك بتقوم هيك بتتصرف وانت مثل ابني؟ عندي حل واحد ما في غيره. بتجيب لي ابنك يلي غدرني غدر وضربني وبفعصه برجلي ليطلع الدم من انفه ومن عيونه. وقتها نقعد ومنشوف شو بصير. بقول ان شاء الله خير. بركي مشي الحال وقدر يقنعه. لك واجو. طمنا أبو يزن. جوزك طلع قليل ترباية وحقود. خير؟ لشو صار؟ بابا فيك تسمعني شوي؟ أحكي يا بنتي. بعرف إنه كلمة مطلقة صعبة عليك، بس يقولوا مطلقة ولا يقولوا إنه ما فيها خير لأهلها. وأنا شايفة منيح كيف الوضع، إنه مو متحمل وما بدي حط برقبتك عيلة تانية. فيعني بابا إذا بتسمح لي بدي أنزل من بكرة ودور على الشغل. لك آخ والله ما بعرف شو بدي قلك يا مسكيني. قلي إنك رح تخليني جنبكن أنت وأمي، قوم فيكن وساعدكن ودير بالي عليكن. قلي بابا إنك ما رح تغضب علي على شي أنا مالي ذنب فيه غير إني بحبك وبخاف عليك. يا بنتي والناس اللي بدهم يحكوا علينا؟ ماما أنا لاني أول وحدة بتطلق ولاني آخر وحدة، والناس بتحكي شوي بعدين بتسكت. وبابا إذا بتفرجيهم إنه عادي فرح يخرسوا. إيه صح ماما، بعدين هيك أحسن. يعني حلو تشوفي ولادك حواليكي وولاد ولادك، مو هيك تيتا؟ صراحة لك بنتي قلبي وجعني عليك شلون رمي لك الرمي وما أنا حاسي. لك بنتي تعيشوا معنا مثل ما نحن عايشين وربك هو بيدبر. الحمد لله على السلامة لك بنتي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك أبي.